فيلمو هو واحد العرض كوميدي ساخر ديال فرقه البومبا كوميك، لان الفرقه كيف ما كتعرفوا انها كتشتغل على الاحداث، يعني دائما كنديروا حنا ما يسمى بداك ليمور داكتواليتي، اننا كنناقشوا مجموعه ديال الاحداث اللي كتجري في الساحه. اختارينا العرض ديال الكونفينمون لانه هو الاقرب الى الهموم ديال المغاربه وديال العالم كامل. حاولنا اننا نارخوا ديك الفتره ديال الحجر الصحي بطريقه كوميديه ساخره، فيها واحد النوستالجيا وفيها واحد مجموعه ديال الرسائل اللي هي ساخره وكوميديه، وحاولنا اننا نجعلوا من هذيك المحنه اللي عشنا كاملين منحه كوميديه ساخره. الحاجه اللي ما كنستغناش عليها هو فرقه البومبا كوميك، ما نقدرش نستغنى عليها، هي الفرقه كامله ما تقدرش تستغنى عليها. ولكن حنا عندنا واحد المبدا في داخل فرقه البومبا كوميك، هو اننا كنراعيو المجتمع وكنراعيو الاسر وكنراعيو زعما اننا ملي كنديروا الضحك كنفكروا دائما ان امي وعائلتي كتفرج. دونك عندنا واحد زعما كاين هذا المبدا ديال احترام الجمهور. لا شوف انا نقول لك دابا الضحك كيكونوا ايحاءات، انا مش نجي كريتي ما نبقاش نزوق معك الهضره، كيكونوا ايحاءات ولكن بطريقه فنيه. مره الا كان شي ارتجال من عند واحد من الفريق وداك الشيء فذلك يحسب عليه. الا ما طرحنا حتى شي مسلسل، كان عندي جوج ديال الاعمال مع شركات ديال الانتاج اخرين. حنا زعما كفرقه مازال لحد الان مازال ما حطينا شي مسلسل للتلفازه، ولكن كنخدموا سلسلات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. هذا العام كانت عندنا سلسله ديال لا كاشا دو بلوس مع شركه ديال كاش بلوس اللي هي نتجها. ولكن ان شاء الله السنه المقبله ان شاء الله تكون عندنا اعمال. السلام عليكم وتحيه للتغطيه ديالكم وشكرا للحضور ديالكم، وتنتمنى يا ربي انكم تكونوا بخير في هذه العواشر. فبالنسبه للرجوع ديال البومبا كوميك فهو بمثابه متنفس يعني لي انا كشخص، حيت ما كنلقاش راسي في بلايص اخرين من غير الفن، والبومبا كوميك هي بمثابه اسره ديالي الثانيه، فتنلقى فيها راحتي يعني كنخدم فيها بكامل الاريحيه وكنعطي داك الشيء الحمد لله من الداخل. فخويا كنظن هذا الشيء ما عندوش علاقه بينا احنا كاشخاص يعني او كممثلين، فهذا الشيء راجع للشركات ديال الانتاج زعما والمخرجين زعما هما اللي بيدهم هذا الشغل. حنا تنشدوا دي برودوي كنبروبوزيهم، يقدر نكونوا ما كنالوش الاعجاب ديال دوك الناس، فاحنا خدامين الحمد لله. يقدر تكون باقا ما كتبتش اننا نبانوا في التلفازه، وان شاء الله القادم افضل، يعني احنا ماشي قنطانين ولا مبرزطين وما الى ذلك، القادم افضل ان شاء الله. بيان سور عندي واحد الشاو ديالي ان شاء الله اللي قريب يكمل، فكنضربوا ان شاء الله لقاء مع الجماهير في ستاند اب، وان شاء الله يكون عرض يليق بالحضور ديالكم. الكونفينمو حيت هي الحاجه الوحيده اللي عشناها احنا كمغاربه طيله هاد السنتين، يعني تقاسمنا احنا مع الناس، يعني حتى احنا ناس عاشوا احنا اشخاص عشنا هاد الكونفينمو هذا. فبالتالي ملي كتناول مواضيع فيها لاكشياليتي اولا فيها مواضيع عاشوها الناس، فكون اكيد انها تتلقى صدى. والحمد لله راك شفتي العرض، الحمد لله القدره ديال الله سبحانه وتعالى ومجهودات ديال الفرقه فنجح الحمد لله. السلام عليكم، معكم محمد امين الملقب بامبينو، عضو من اعضاء فريق البومبا كوميك. كيفاش وليت مع الفرقه ديال البومبا كوميك؟ جاني واحد الاتصال مع الفرقه ديال البومبا كوميك وضروري ما غادي نقبلوا، ضروري ما غادي نقبلوا، حيت علاش؟ حيت غادي نخدم مع فرقه اللي تبارك الله عندها بصمه في المغرب، وغادي نخدم ان شاء الله مع واحد الناس، واحد النجوم، واحد الفنانه مغاربه اللي تبارك الله ناس ديال الدومين لي بيغ، ضروري ما غادي ناكسبتي. والحمد لله ما خيبناش الله وكنا عند حسن الظن ديالو. نكذبش عليك، كيفاش تعرفت معاهم؟ داكشي كيبقى ديال الله. كيفاش تعرفوني؟ كيبقى ديال الله، ما نكذبش عليك، ما عنديش شي حاجه، ولكن كنت كنعرف ناس من اعضاء ديال الفرقه ديال البومبا كوميك، وكانوا اتصلوا بيا، اللي كنشكرهم كاملين من هذا المنبر هذا، وجربوني والحمد لله كنت عند حسن الظن ديالهم. انا كنشوف راسي ان شاء الله غتكون عندي مسيره في هذا الميدان. اول مره غتدخل مصر؟ لا، ماشي اول مره غادي ندخل للمسرح، حيت انا ديجا الدومين ديالي هو لانيماسيون، يعني عندي مولف الحمد لله لاسين، مولف الجمهور،
الحمد لله. انا ماشي من مدينه سلا، انا ابن مدينه الدار البيضاء ولكن ساكن مدينه جديده. المده ديال الكونفينمون اللي كانت داس علينا كنتمنوا يا ربي عمرها ما تبقى تعاود، داس علينا صعيبه بزاف بزاف، وحنا الناس ديال الدومين ديال الانيماسيون ديال الفكاهه وهذا كان ديما خاصها تكون عندنا ديك الحركه. توحشنا لاسين، توحشنا الناس، توحشنا نزاولوا الخدمه في الميدان ديالنا، والحمد لله حمدنا الله وشكرنا انها داز الدغيا ورجع كل شيء احسن من الاول. الدور ديالي في المسرحيه كورونا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.